السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بغيت نتقاسم معكم فكرة سريعة. كانت المدام دائما تقول لي أن لا ماشين إن فوا تنخدمها تطيح الضوء، تاني الضوء تيمشي مباشرة، تتخدمها تيمشي تتخدمها تيمشي. قلبت بارتو، قلبت الباب، واش كاينه شي فويت، حليت هذيك الغطاء اللي الفوق، حليت الغطاء من هنا بالنسبة لهاد لا مارك من اللور، قلبت واش كاين شي فويت، ما لقيت حتى فويت. في الاخر اش اكتشفت؟ اكتشفت ان هاد الباك، هاد الباك ديال الصابون، هاد الباك ديال الصابون اللي هو عنده المكان ديالو راه في الجنب باش يتحل. فوالا هادي هنا كيفاش يتحل، باش نوريكم. هاد لا مارك ال جي، تنديرو اشارة ولكن تتورك على هنا وتتجبد. فوالا هادي هنا هاد الصابون اللي تيتجمع هنا، هاد لي ديبري، هادو البقايا ديال هاد الصابون ديال الغسيل، هاد المسحوق ديال التصبين، تيبقى تيتكون هنا بحال الحجرة كبيرة. وبالتالي هاد العملية ما تبقاش تدي، ما تيبقى هاك. دابا هذاك الصابون اللي قلنا تيبقى يخليه هنا، ملي الماء تيطلع تدور الماء تيطلع باش يطلع يجيب هاد المسحوق اللي كاين هنا، تيخرج وتيمشي الاماكن اللي فيهم الكهرباء، فيهم الضوء، وتيطفى الضوء او تيتخطف او تيتقطع. وبالتالي ما عليك عاد تحل ديطاشي، اغسلها من هنا، اغسلها من هنا مزيان، من هنا، من الجناب، من كل شيء، ركب. وملي دفع يكونوا هادو اليني، تولي هذا اليني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.